وايد حلو. خلنا طالع في عيونك الحلوه هذه واقول لك صراحه ميشو انا احبك مره مره، وحنا في السعوديه وقت ما نشوفك على الشاشه بالفعل نتسمر كذا ونقعد يعني صراحه طالع في عيونك الحلوه. راح انغرم فيها طبعا كلمتين بنغرم. اسمعها هلا بغير لهجه لكن. هيدا السعودي، هيدا سعودي، قولي له اياهم بغير لهجه. هلا بدي قد مثلا عندي. طب خلينا نقول غير شيء، خليني اقول لك، خليني اضحكك على شغلي هلا. اوكي ليك بلشت تحس بضعف تجاهك. انا بعد كلمتين حوم خلص، هو خلص ميشو راح راح. ما في سامي وين خليك محلك. انا لازم اتغزل بسامي بسامي بسامي. طيب بأي لهجة بدك تتغزل بسامي؟ بأي لهجة؟ أستاذ سامي سامحني سامحني، كيف ما رجعتلكش كي مسألني كيفاش الكوفيد في تونس؟ الكوفيد كيما الناس كلها يعني أستاذ سامي. يعني إيش الفواتير وكرزته؟ إيه ربي يسترها أستاذ سامي، ربي يسترها، وإن شاء الله يطوف الكوفيد ونرجع نعيشه وإن شاء الله النجمه، وبوسك بوسة كبيرة. روح 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 روح. عسلامة عسلامة عسلامة. أستاذ سامي أنا قلت تقول خلص، يا ريت ترجع على الطبلة. على الطبلة على الطبلة. لك سعدان يعلكك أنت حماتك الحسن. بس ماني مأكدة أنه وانا بس على القليل التون مزبوط يعني التوناليتي مزبوطة. طيب شو بدك كمان تقولي بالسوري؟ إيه والله كيفك أستاذ؟ إيه والله أنا كتير مبسوطة قاعدة حدك. ها ها حاجة تطلع فيي هيك؟ هذه حلبي. فيك جازة بخصوصية صراحة ما بعرف كيف. وهلا ميس حمدان وانترفيو بالوما. رهيبة ميس بالوما بدون حكي. يلا اوكي. بدون حكي بدون حكي. وين رايحة بعد التصوير؟ رايحة ترقص. عندها سهرة اليوم ميس ولعانة. ميس بالوما مين شخصيتك المفضلة للتقليد؟ كتير ناس. لا بالوما بدك تنقي واحدة وتقلي لي اياها بالوما. نانسي عجرة. ايوه صبطة تحية كبيرة يا نانسي عجرة. مين الستار يلي بيزعل بس تقلديه او تقلديها؟ دينا. دينا ولا عم بفهم عليها. ميس قولي بالوما شيء كثير قوي للمشاهدين. قوي كثير؟ ايه اكيد كل العالم رح يعملوا.